مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذا البرنامج الخاص الذي نفرده لمضامين خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 21 لعيد العرش. سنركز في هذا البرنامج مع ضيفينا على قراءة أبرز ما جاء في الخطاب، خاصة فيما يتعلق بتشخيص الوضعية الحالية والقرارات الصعبة التي اتخذت لمواجهة الأزمة وأبرز التدابير التي ستتخذ لدعم صمود القطاعات المتضررة ومواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والاستفادة منها. يشارك معنا في هذا الحوار الدكتور محمد العمراني بخبزة، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عبد الملك السعدي، كما سيكون معنا الكاتب والصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي محمد الشرقي. أهلا بكما معنا. أبدأ معكم الدكتور محمد العمراني بخبزة. أريد أن نتحدث أولا عن القرارات الصعبة التي اتخذت صيانة لصحة المواطن، ما هي نتائجها الحقيقية اليوم؟ في الواقع أن القرارات الصعبة التي تم اتخاذها في البداية أنها أبهرت الجميع رغم صعوبتها، لأن من المفروض أن هذا النوع من القرارات تحتاج إلى شجاعة حقيقية لمن يتولى عملية التسيير والتدبير. لماذا؟ لأن هذه القرارات هي قرارات غير مسبوقة، قرارات تم فيها تحمل كامل المسؤولية، لأنها في الواقع هي لم تكن من جهة واحدة، بمعنى أنها لا تعني طرفا واحدا بل هي تعني أطراف متعددة. ولكن رغم ذلك أنه تم اتخاذها حماية لصحة المواطن المغربي. على سبيل المثال، فليس من السهل أن تقوم دولة بإغلاق حدودها البحرية والجوية والبرية في وقت قياسي. كذلك لا يمكن بتاتا أن نتصور اتخاذ قرار بحجم لإغلاق المساجد، لا يمكن أن نتصور كذلك التحديد وحصر تنقل المواطنين. إذا فهي بالتالي قرارات كانت صعبة ولكن كانت ضرورية لحماية وحفظ صحة المواطن المغربي. في الحقيقة في البداية حققنا من خلال هذه القرارات الصعبة حققنا نتائج مبهرة، ربما بشهادة الجميع سواء تعلق الأمر على المستوى الداخلي أو حتى على المستوى الخارجي، فالكل أقر واعترف بالمجهود الذي بذل وبالنوعية التي تميز القرارات التي تم اتخاذها في المغرب. لماذا؟ لأننا حافظنا على نسبة انتشار محدودة جدا ومتحكم فيها، كذلك أننا حافظنا على نسبة وفيات محدودة جدا من بين أدنى النسب على المستوى العالمي. هذه المنجزات إن صح التعبير التي تحققت في البداية، ربما أنه كان من المفروض أن نستمر ونواصل في المحافظة على هذه المكتسبات، ولكن بالضرورة أن الجانب الاقتصادي فرض نفسه وكذلك حتى الجانب النفسي فرض نفسه، كذلك بعض المصالح الاستراتيجية فرضت نفسها. على سبيل المثال امتحانات البكالوريا التي لا يمكن المجازفة بها، لأن بالنظر إلى موقع أهمية امتحانات شهادة البكالوريا. إذن لهذه الأسباب اضطر المغرب أنه يتخذ إجراءات التخفيف من الحجر الصحي، وللأسف أننا تراجعنا قليلا إلى درجة أن الاتحاد الأوروبي اليوم كان يناقش لائحة الدول التي سيتم إعادة النظر في طبيعة التعامل معها. فالمغرب لحسن الحظ أنه لا زال ضمن اللائحة التي يتم التعامل مع مواطنيها بالكثير من الليونة، ولكن ربما أن جلالة الملك في خطابه كان واضحا أن النوع من وقع نوع من التراخي
هذا التراخي الآن أصبحنا نلاحظ أنه بدأ يؤثر بشكل كبير على المكتسبات. نعم. علاوة على ما تفضلت به، هذه القرارات الصعبة ساعدت كذلك المنظومة الصحية على تدبير الزمن، عدم الاكتظاظ، والكثير من النتائج التي جنيناها من خلال هذه القرارات الصعبة. محمد الشرقي، أي فاتورة اقتصادية لهذه القرارات الصعبة كذلك؟ طبعا المغرب يعني كان شجاعا، قرارات جلالة الملك يعني كانت أسبق حتى من الإجراءات التي اتخذتها الدول العظمى. يعني المغرب كان أسبق من فرنسا وأسبق من إيطاليا وأسبق من إسبانيا وأسبق من الولايات المتحدة وبريطانيا، فبالتالي المغرب اتخذ قراراته يعني السيادية في الوقت المناسب، وبالتالي يعني هذه القرارات في البداية يعني كان ينظر إلى أن يعني ما هي الانعكاسات التي ستتلوها، وبالتالي يعني المغرب اتخذ قرار مثلا يعني وقف يعني الحركة السياحية مع الاتحاد الأوروبي، رغم أن السياحة يعني تمثل مثلا 7% من الناتج المحلي الإجمالي، يعني حوالي 7 مليار ديال الأورو. المغرب يعني أوقفها بقرار شجاع. كذلك أوقف المغرب يعني عدد من يعني الأنشطة داخل المملكة، وبالتالي يعني كان من البداية واضح أن هناك تأثيرات سلبية على الاقتصاد، على الحياة الاجتماعية، على سوق الشغل، على العاملين بشكل يعني في كل يعني مناحي الانتاج والخدمات. لذلك يعني اعلن جلالة الملك في نفس يعني الفتره عن انشاء صندوق خاص لتدبير جائحه كورونا، فبالتالي يعني من البدايه كانت هناك اجراءات شجاعه صارمه اللي هي الاعلان عن حاله الطوارئ الصحيه، وفي نفس الوقت كانت هناك اجراءات اخرى وهي يعني انشاء الصندوق الذي طبعا يعني ساهم فيه يعني المغاربه يعني على مستويات مختلفة. طيب خلق هذا محمد الصندوق فيما يتعلق بخسارة مليار درهم يوميا. نعم، مليار درهم يوميا، هذه يعني الخسارة المترتبة عن وقف الأنشطة الاقتصادية وعن الخسائر التي تكبدتها خزانة المملكة. بالتالي يعني الضرائب، فقط الضرائب إذا أخذنا بالضرائب 500 مليون درهم كل يوم يعني من الحجر الصحي كان ضياع على خزينة المملكة، وبالتالي إذا حسبناها بالأرقام نجد أن الاقتصاد المغربي في يعني 60 يوم الأولى يعني خسر 60 مليار درهم، وإذا أخذناها بالفترة كلها يعني فترة يعني الحجر الصحي الفاتورة هي بالضبط 80 مليار درهم. فبالتالي يعني هذا المبلغ يعني ساهم فيه إذا شئنا بالتحليل يعني الدقيق، هو أن الصندوق يعني جائحة كورونا الذي أنشأه جلالة الملك ساهم بحوالي 25-24 مليار درهم تقريبا. فبالتالي يعني يمكن نقول هذه المبالغ يعني أخذت يعني جزءا من نقول يعني الخسائر، يعني تحمل يعني هذا الصندوق جزءا من الخسائر، وبالتالي ما تبقى من الخسائر هي حوالي 43 مليار درهم. بالتالي يعني اليوم العجز الذي كان حوالي 4% أصبح اليوم حوالي 7.5%. وبالتالي يجب المواطنون أن يفهموا أن صندوق جائحة كورونا هذا صندوق امتيازي للمغرب، يعني العالم كله أشاد بهذا الصندوق لأنه ساهم أولا في خلق التضامن بين جميع فئات المجتمع، ولكن أساسا يعني تحمل الجزء الأكبر والجزء الأصعب، وهو يعني الدخل بالنسبة للأشخاص الذين أحيانا ليس لهم حتى هاتف يعني للتواصل معهم. فلنتخيل 6 مليون يعني مواطن لو لم يكن الصندوق وكان الحجر الصحي لا قدر الله في الظروف يعني التي عاشتها دول أخرى، لكنا يعني ربما في وضع صعب يعني اقتصاديا واجتماعيا ولا قدر الله صحيا. لذلك يعني الإشادات التي جاءت من المنظمات الدولية، من البنك الدولي، من الأمم المتحدة، من الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، الاتحادات العالمية، من دول أمريكا اللاتينية، من الولايات المتحدة،
فبالتالي يعني كلها كانت إشادات بهذا الجانب. المغرب يعني تحكم في الوباء يعني نسبيا طبعا يعني أقل يعني عدد من الوفيات، وأيضا تحكم في الخسائر. بالتالي يعني حتى اليوم خسائر المغرب كلها نقول يعني ناقص 5% بنهاية العام، هي تبقى أفضل من الاتحاد الأوروبي برغم كل الإمكانيات. اليوم الاتحاد الأوروبي عنده ضعفين، عنده يعني ناقص 10%. فبالتالي القراءة كشمولية يمكن القول يعني بكل فخر أن المغرب يعني أدار يعني الأزمة يعني بشجاعة وبنجاعة، رغم أنه من حين لآخر نسمع عن يعني أشياء يعني تقلقنا مثل يعني ارتفاع حالات الإصابات اليوم أكثر من 1000، وهذا يعني خطاب آخر للمواطنين، عليهم أن يكونوا يعني أكثر وعيا يعني بالمرحلة بأهميتها. طيب، من الطبيعي أن نشعر بالخوف والقلق والتدابير التي اتخذت كما قال جلالة الملك في الخطاب أعطت الأمل ورسخت الثقة. أريد أن أضع خطا عريضا على رسخت الثقة، ما المقصود بها بالذات أستاذ العمراني بخبزة؟ ربما أن أهم ما يمكن الاعتماد عليه في نجاح أي تدابير وأي سياسة في مرحلة وفي لحظة الأزمة هو مدى التفاعل الذي يمكن أن يتم من قبل المواطن المغربي. فمنسوب الثقة الذي تحقق خلال فترة الجائحة كان منسوبا عاليا جدا، وقد أقول أنه منسوب استثنائي، بحيث أن كان هناك التزام جميع المغاربة بالتدابير المعتمدة من قبل السلطات العمومية، وهو أمر ساعد كثيرا، لأن يجب أن لا ننظر فقط إلى القرارات المتخذة، يجب أن ننظر كذلك إلى رد فعل المواطن كيف تفاعل وتجاوب مع هذه القرارات. فالقرارات الصادرة كانت جريئة استباقية قوية ذكية فعلا، ولكن بالمقابل كان هناك مواطن في المستوى تفاعل بشكل حضاري مع هذه القرارات، لا على مستوى الكيفية التي تجاوب مع إنشاء صندوق كوفيد أو التجاوب مع الإجراءات المرتبطة بفرض الحجر الصحي، التي كما سبق وأن أشرنا وكما ورد في خطاب جلالة الملك أنها كانت إجراءات وتدابير قاسية. فهذا منسوب الثقة الذي تحقق خلال هذه الفترة كان من المفروض أن يتم استثماره بشكل ذكي كذلك، وأن تكون الإجراءات المتخذة إجراءات تصب في الحفاظ على منسوب الثقة الذي تحقق. لاحظنا كيف أن الحكومة من خلال عمليات التواصل التي تمت أصبحنا نلحظ أن المواطن المغربي يتابع عن كثب كل المعطيات الواردة في التقارير الرسمية في الندوات الصحفية التي تعقدها وزارة الصحة، بحيث أن هذه الندوة أصبحت بالنسبة للمواطن المغربي لحظة يومية يتابع ما سيتم الإعلان عنه، ولم يكن هناك تشكيك في مصداقية الأرقام المقدمة من قبل وزارة الصحة. كذلك أن لاحظنا كيف أن منسوب الثقة ارتفع كثيرا في أعوان السلطة، وهو الأمر الذي يجب أن نقر بأنه في لحظة من اللحظات كان هناك تراجع في منسوب الثقة ما بين المواطن المغربي وما بين المؤسسات. هناك دراسات علمية موضوعية تعتمد على مؤشرات مضبوطة كانت تتحدث فيما قبل الجائحة عن كون أن منسوب الثقة لدى المواطن المغربي من المؤسسات كان ضعيفا وإن كان بدرجات متباينة. الآن مع الجائحة والطريقة والكيفية التي تم بها تدبير هذه الفترة الحرجة تم ترسيخ منسوب عالي من الثقة، وهو رأس مال جد مهم. يجب أن لا نعتبر أن منسوب الثقة الذي تحقق أنه أمر هين، بل هو رأس مال جد مهم يمكن استثماره في تدبير ما تبقى من المرحلة التي نتمنى من الله ألا تطول أكثر. فهنا مسألة التجاوب التي
تحصل ما بين المواطن وما بين القرارات التي يتم اتخاذها من قبل السلطات العمومية هي المحك الحقيقي لنجاح أي تدابير يمكن اتخاذها. فجلالة الملك تحدث في الخطاب عن مسألة جد ربما هي متوقعة ومحتملة، لأننا ليس هناك أدوات وآليات للتحكم في انتشار الوباء، فبالتالي حتى إذا كانت هناك موجة ثانية فهناك الآن منسوب عالم ثقة يمكن الاعتماد عليه للتكافل والعمل المشترك من أجل تجاوز حتى المرحلة أو الموجة الثانية لا قدر الله إن حدث. والأمر كما قلت أنه محتمل بالنظر إلى المؤشرات الخارجية، لأن مجموعة من الدول لاحظنا أنها أعادت العمل بمجموعة من التدابير المتعلقة بالحجر الصحي، والحكومة كذلك في المغرب أنها تحدثت وأشارت بين الفينة والأخرى إلى إمكانية العودة إلى بعض التدابير المتعلقة بالحجر الصحي، رغم أن هذه القرارات مؤلمة كذلك. أستاذ محمد الشرقي، لمن لا يحسن قراءة الأرقام، عندما نتحدث عن صندوق تدبير الجائحة نتحدث عن مبلغ 33 مليار و700 مليون درهم، ماذا بقي في هذا الصندوق؟ هل هذا الرقم ثابت أم هناك تمويلات أخرى ستصل إليه؟ حدثنا على واقعه اليوم، ماذا يحدث فيه؟ أولا هذا الصندوق هو صندوق مفتوح، يعني في كل لحظة يمكن يعني للناس يعني داخل وخارج المملكة أن يتقدموا بالتبرعات إلى الصندوق، يعني هناك المفتوح يعني حساب لدى بنك المغرب، وبالتالي يعني الزمن يعني مفتوح. بالنسبة للحسابات حتى الآن جلالة الملك تحدث في خطابه بالأمس عن 24 مليار درهم و650 مليون درهم، هي المبالغ التي تم صرفها في يعني جانبين أساسيين. الجانب الأول هو طبعا هو الجانب المتعلق بقطاع الصحة وكل اللوازم التي يعني اشترتها المملكة المغربية من نقولها صراحة من عدد من الدول. المغرب يعني كان سباقا إلى أنه يعني حصل على هذه التجهيزات في البداية حتى يكون يعني له يعني استعداد أولي، وبالتالي يعني في البداية سمعنا على يعني جزء المليار ديال الدرهم يعني رصدت للتجهيزات الطبية المتعلقة بكوفيد 19. الجانب الآخر هو الجانب الاجتماعي، وصرف فيه يعني نوعين من المساعدات. هناك المساعدات التي قدمها مباشرة صندوق الضمان، صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولكن من خلال يعني أموال قدمها الصندوق إلى الصندوق، وبالتالي هذا حصل عليه يعني حوالي 900 ألف من العاملين في القطاع الخاص الذين يتوفرون على انخراط في صندوق الضمان الاجتماعي. الفئة الثانية وهي الفئة التي لها حسابات نقول هي تشتغل في القطاع الغير المهيكل وليست لها يعني انخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، هذه ايضا حصلت على يعني مساعدات كما قلنا بين 800 الى 1200، فبالتالي بالمحصله حوالي 6 مليون او يزيد شويه 6 مليون يعني عائله مغربيه حصلت على دعم ومساعده اجتماعيه خلال مدة 3 شهور من صندوق كوفيد الذي أعلنه جلالة الملك، وكان جلالته أول وأكبر المساهمين فيه. طبعا هذا الصندوق بقي منه بعض يعني الأموال ممكن نقولها، جلالة الملك أعلن أنه 5 مليار درهم ستمشي أو يعني ستكون لحساب ما يسمى صندوق الضمان المركزي. هذا الصندوق هو يتولى ضمان القروض التي تحصل عليها الشركات الصغرى والمتوسطة من النظام المصرفي التجاري، بالتالي أن المقاولات تتمشي عند البنوك وتطلب قروض، وهذه القروض يتم تغطيتها بنسبة فوق 90% من صندوق الضمان المركزي
الذي هو حصل على غطاء في قيمة 5 مليار درهم. بالتالي باش نفهموا المواطنين، هذا 5 مليار هذا غطاء للضمان، بالتالي يعني ممكن أن القروض توصل 60 مليار درهم، توصل أكثر توصل أقل في الحالات العجز أو هناك صعوبات في عدد من يعني المقاولات التي قد يصعب عليها تسديد ما بدميتها من قروض لأسباب مختلفة. هنا يتم يعني استعمال هذه الموارد التي هي طبعا من يعني الصندوق الضمان يعني صندوق كوفيد 19. وبالتالي يعني علينا أن نعلم أن هذا الصندوق يعني لا زال له أدوار مهمة، أدوار كما قلنا في البداية يعني أدوار يعني ضد الوباء لمواجهته، وأدوار اجتماعية، والآن له أدوار اقتصادية، ولكن أساسا من أجل إنقاذ المقاولة، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وأساسا من أجل حماية العمل، حماية يعني مناصب الشغل التي تحدث عنها جلالة الملك في خطابه بالأمس، بمعنى أنه الجانب الاجتماعي يبقى هو أولوية عن الجانب الاقتصادي. بالتالي يعني نفس الفلسفة التي أعلن عنها جلالة الملك منذ البداية، وهي اختيار الإنسان قبل الاقتصاد. وبالتالي نحن في نفس المنطق، في نفس المنظومة، يعني نشأنا المنظومة الفكرية الاستراتيجية، هو أن الإنسان المغربي أولا، حمايته من الوباء وحمايته من الفقر وحماية قدرته الاجتماعية وحماية يعني أوضاعه كعامل وكفاعل في المجتمع. وبالتالي هذه المنظومة هي التي سيكون لها سرعة ثانية من خلال يعني المشاريع التي أعلنها عنها جلالة الملك، وهي ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، وستكون هي يعني الانطلاقة نحو يعني تحويل، نقول يعني هذه يعني الأزمة، تحويلها من تحدي إلى فرص. سنعود لهذا الرقم بالتفصيل إذا سمحت لي أستاذ. قبل ذلك، توجيه الحكومة لدعم صمود القطاعات المتضررة، ماذا يعني هذا التوجيه في طياته؟ وجاء ذلك خلال خطاب أستاذ عمران بخمسة. فمعلوم أن الاقتصاد الوطني هو اقتصاد فيه هناك التنوع الأنشطة المنتجة، وهذا التنوع يعني أن درجة تأثر هذه الأنشطة بالجائحة هو مختلف ومتباين. فهناك أنشطة التي تضررت بشكل كبير وكبير جداً، وهناك أنشطة كان تضررها نوعا ما قد أقول نسبي، وهناك أنشطة حقيقة لم تتضرر، مثل أنشطة المرتبطة بمجال الاتصال أنها لم تتضرر، بل أنها استفادت كثيرا من الجائحة. فبالتالي هناك تباين وتفاوت في الانعكاسات السلبية للجائحة على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية. إذن فعلى الحكومة في هذه المرحلة أن تعمل مع هؤلاء الشركاء، لأننا الآن نتحدث عن التدبير التشاركي وعن الحوار لأن نبدع في وأن نبتكر الحلول، لأن هذه الوضعية التي نوجد عليها هي ليست وضعية مفكر فيها مسبقا، وأن هناك خطط كانت موضوعة والآن سنعمل على تنزيلها، بل الآن نحن نفكر بشكل جماعي، نحن في أمس الحاجة إلى الذكاء الجماعي لابتكار الحلول لمواجهة المشاكل. لذلك فالحكومة انخرطت في حوار مع مجموعة من القطاعات. هذه القطاعات على الأقل بالنسبة للمغرب الآن هناك تمثيلية، لأننا في إطار حوار مؤسساتي، هذا من بين أهم الأمور، لأن غالبية الأنشطة المنتجة في المغرب الآن هناك مخاطب يمكن التواصل معه، يمكن التفكير معه في الحلول. فبالتالي أن الكثير من القطاعات التي تضررت بشكل كبير، الحكومة مطالبة أن تضعها ضمن أولوياتها من أجل أن توفر لها كل الظروف لكي تعيد عملية الإنتاج من جديد. فهناك ربما
بعض القطاعات التي بدأ النقاش معها، مثلا على سبيل المثال السياحة، قطاع السياحة، فكان هناك مبادرة مهمة ولربما كان عنوانها الكبير وهو دعم السياحة الداخلية، بمعنى إنعاش السياحة الوطنية اعتمادا على السائح المغربي الذي يمكنه أن يخفف على الأقل من الخسائر التي تكبدها قطاع السياحة. إذن فهذه الإجراءات التي تتخذ يجب أن تتخذ بحوار وبشراكة مع ممثلي هذه القطاعات، لأن فعلا أن الحكومة لها هواجسها وممثلي هذه القطاعات الإنتاجية كذلك لهم هواجسهم، فبالتالي عندما يتم يكون هناك حوار وتشاور فيمكن الخروج بحلول يمكن أن تضمن عودة الأنشطة الاقتصادية إلى وضعيتها وأن تساهم في الإنتاج من جديد. لذلك قلت نحن الآن في هذه الفترة، ربما هنا نقطة سأحاول ما أمكن أن أتفاعل من خلالها مع السي الشرقاوي على مسألة الصندوق كوفيد، هو من أذكى صراحة القرارات والمبادرات التي تم اتخاذها في هذه الفترة من قبل جلالة الملك، ولكن يمكننا كذلك أن نبدع، لأننا الآن في فترة تحتاج إلى منسوب عالي من الذكاء. هنا ربما صراحة شخصيا ممن يحبذون إمكانية تفعيل صندوق الزكاة، هذا الصندوق الذي هو منصوص عليه في القانون المالية منذ 1979، ولكن تمويله دائما كان صفر. لماذا؟ لأن تمويل هذا الصندوق يحتاج إلى مجموعة من الإجراءات، من التوضيحات، من الدلائل التي يجب على أساسها ضخ أموال في هذا الصندوق. دكتور متوفر اليوم وليس علينا إلا أن نتبرع فيه، كذلك لا يقتضي الأمر أكثر من نية والعمل والقصد في إنجاح هذا الصندوق كذلك. لا، هناك نقطتين أساسيتين أو نوعين، هناك الجانب المتعلق بالصندوق، هذا الصندوق الذي أبان من خلاله المغاربة عن السخاء وعن أنهم شعب معطاء وأنهم في اللحظة التي يكون هناك حاجة إلى الدعم فلا يبخلون، والدليل على ذلك هو أن المبلغ الذي كان محدد هو 10 مليار ديال الدرهم، فإذا بنا نحن نوجد أمام مبلغ 33.7 مليار ديال الدرهم. والنقطة الثانية، أنا أتحدث عن منطق آخر. أفهمتك، هي هذا صندوق الزكاة واضح تماما. طيب انتقل الى الدكتور. واضح تماما دكتور محمد رايب خبزة، انتقل مباشره الى محمد الشرقي. تحدث عن مبلغ 120 مليار درهم، هذا يمثل 11% من الداخلي من الناتج الداخلي الخام، هذا يجعل المغرب كذلك من بين أكثر الدول إنعاشا لعجلة الاقتصاد، ولكن 120 مليار درهم من أين نأتي بها؟ ما هي طرق تمويلها دكتور؟ لو سمحت قبل أن أجيبك على هذا السؤال دعيني أعمل مقارنات. المملكة المغربية ستضخ 12 مليار أورو، يعني 120 مليار درهم، في اقتصاد يعني حجمه حوالي 120 مليار، يعني تريليون، واحد تريليون و120 مليون يعني درهم، يعني تقريبا 120 مليون أورو. لناخذنا الدول الاتحاد الأوروبي، هما 27 وبقوا تقريبا يعني 5 أو 4 أيام يعني بلياليها للتوصل إلى يعني برنامج أو خطة بقيمة 750 مليون مليار أورو، وبقى حولها جدل كبير بين يعني الدول الشمال ودول الجنوب واللاتينيين والجرمانيين والاسكندنافيين. بالتالي يعني المغرب لوحده يعني بذاته بقدرة
بقدراته بإمكانياته بما يتوفر عليه من 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 دراهم من شئنا وهي يعني قليلة قياسا إلى الاتحاد الأوروبي، استطاع المغرب الآن بخطاب جلالة الملك الذي أعلنه جلالة الملك 120 مليار درهم. هذا 120 مليار درهم اليوم لم أسمع بكل صدق يعني إلا ربما الولايات المتحدة كان حكاو على يعني جوج ديال تريليون، وسمعنا على بريطانيا أيضا يعني كان عندها واحد المبالغ، لكن من غير هاد يعني الدول الكبرى أو المجموعات الاقتصادية الكبرى لم نسمع يعني في دول الجنوب أو دول الجوار يعني نكونوا يعني الناس اللي قرب لنا وربما عندهم مال أكثر منا لم يفطنوا. ولذلك سي بوخبزة أنا متفق معه، اليوم الموضوع ليس هو المال في حد ذاته، اليوم هو الذكاء المالي، بمعنى ذكاء استعمال المال لإنجاح مرحلة أخرى، وبالتالي يعني نحن يعني أمام يعني نصعد يعني من درجة إلى درجة. كنا نتكلم في البداية على 10 مليار ديال درهم، هذه يعني تقريبا 4 شهور يعني في يعني جلالة الملك يعني في البلاغ الرسمي ديال الديوان الملكي تكلم على 10 ملايير، ثم يعني ساعات قليله ونسمعوا 15 20 25، ثم وصلنا الى 3.5 مليار دولار اللي هي يعني تقريبا 34 مليار درهم، اللي هي في البدايه قالوا على ان المغرب والسويد من الدول اللي حطوا اكبر نسبه ديال الدعم بالنسبه للسكان ديالهم قياسا للناتج الاجمالي، تقريبا كان ديك الساعه 3.5. اليوم تنتكلموا على 11%، بالتالي 120 مليار درهم كما قال جلالة الملك تمثل 11% من الناتج. هاد الأموال وجوابا على سؤالكم، هاد الأموال طبعا غادي تجي من الميزانية العامة للدولة، من المؤسسات العمومية، من المساهمات، من الاستثمارات الخارجية، من الاستثمارات الداخلية، من يعني حتى من الاقتراضات، لكن الأساس منها أن هذه الأموال يمكن أن يعني تجعل يعني الأرباح ديالها، وما نقولوش الأرباح بالمفهوم المادي ولكن الأرباح بالمفهوم يعني الاقتصادي، أن تدور عجلات الاقتصاد، بالتالي الاقتصاد يسترجع الأنفاس دياله، يسترجعوا 4 و5 ديال النمو. والأساسي جدا وهو أن نخلقوا فرص الشغل، والأكثر من ذلك وهو نخلقوا التنمية المستدامة والتنمية المندمجة والتنمية المجالية، بالتالي يعني هذه المشاريع هي مشاريع من جميع يعني المجالات، هي مشاريع يعني إنتاجية، مشاريع البناء التحتية، مشاريع في الطرق، مشاريع في الطاقة، مشاريع في البحر، مشاريع في الفلاحة، مشاريع في الصناعة، مشاريع في يعني إنتاج المغرب الجديد اللي تقول ميد إن موروكو أو إن صنع في المغرب، نريد أن نكون بلدا صناعيا في يعني في الأربع والخمس سنوات المقبلة، فبالتالي هو مشروع طموح. وبالتالي عندما نتحدث على 120 مليار قد تكون 150 مليار، بالتالي يعني نحن أمام يعني مشروع وطني، وبالتالي كما قال الزميل ديالي سي بوخبزة نحن أمام ثقة تزداد، ليس فقط ثقة المواطنين في مؤسسات وثقة يعني الشباب في يعني القوى اللي تقوم ب يعني الضوابط الامنيه بالنسبه للحجر الصحي، لكن حتى ثقه في المؤسسات الماليه نفسها. الان تنشوفوا انه الان رجال الاعمال، المقاولات، لان الشركات انفتحت، يعني لم نعد في ذلك يعني الاقتصاد المغلق، كل واحد يعمل في مجاله ويحسب ما يكسبه من اموال، لا، نحن الان امام يعني واحد المشروع كبير جدا اللي هو الاقتصاد المغربي في الافق ما بعد بوست كوفيد، وهذا هو الان اللي تتكلم عليه مجموعه ديال المؤسسات الدوليه، وتضع المغرب يعني البنك الدولي قالها صراحه، يضع المغرب من بين الدول التي ستكون على يعني اللائحه ديال الاستفاده من عالم ما بعد كورونا، بالتالي هناك يعني تصور على انه ستاتي يعني ملايين وعشرات الملايين وربما ملايير الدولارات الى المغرب كاستثمارات في قطاعات مختلفه، يعني ليس فقط في الصناعات اللي تنعرفوها اليوم، صناعه السيارات وصناعه الطائرات والطاقات المتجددة، لا، هناك حتى الآن في الصناعات الأخرى اللي ترتبط بالذكاء الاصطناعي، اللي ترتبط بالتكنولوجيات الحديثة، فبالتالي المغرب يعني صورته صورة إيجابية، لأنه هذا اليوم الصندوق الذي سيعلن عنه في الأيام. نعم. طيب، منسوب الثقة دكتور محمد العمراني بوخبزة عندما يكون في الجانب الداخلي يؤثر كذلك إيجابا على ثقة المؤسسات والدول في دولة ما، كيف ساعدت هذه الإجراءات القاسية الصعبة ولكنها حتمية في هذه الظرفية على هذا التموقع ذي الصبغة ذات المصداقية لنقل دكتور العمراني بوخبزة؟ يجب أن
نعطي لكل ذي حق حقه. صحيح. على المستوى الخارجي المغرب اكتسب موقعا ومكانة اعتبارية متميزة بحكم الدبلوماسية سواء الرسمية أو الموازية. المغرب احتل موقعه ومكانته ما بين الكبار، ولكن الآن مع الجائحة كانت الكثير من الدول والحكومات في امتحان صعب. هذا الامتحان هناك دول وحكومات فشلت في اجتياز هذا الامتحان، وهناك دول قليلة صراحة هي تلك التي نجحت بنجاح هذا الامتحان. من بين هذه الدول التي نجحت في هذا الامتحان هو المغرب بشهادة المنظمات الدولية وكذلك بشهادة الكثير من الدول. ولكن ربما ما زاد من الموقع الاعتباري للمغرب على الساحة الدولية وهو مبادرته. المغرب لم يكن أنانيا كما كان الأمر بالنسبة لمجموعة من الدول الكبرى التي انغلقت على نفسها والتي اتخذت أكثر من ذلك، اتخذت بعض القرارات ومارست بعض الممارسات التي لا تليق بالدولة، بحيث سمعنا عن حجز السفن محملة بالأدوية وبالكمامات إلى غير ذلك، في حين أن المغرب على العكس أن المغرب انفتح على إفريقيا التي يعتبرها عمقه الطبيعي، وأكثر من ذلك أنه مارس الذكاء الجماعي عندما اتصل بزعماء أفارقة لكي يتم اتخاذ إجراءات مشتركة لمواجهة الجائحة، وهو الأمر الذي ربما جعل من المغرب نموذجا استثنائيا في لحظة خاصة، وأن المغرب أتبع قوله بممارسة، بمعنى أنه زود إفريقيا الكثير 15 اتجاه بالكثير من المؤونة من الإمكانات الطبية، وهو البلد الذي يحاول ما أمكن أن يعطي الدروس حقيقة. لماذا؟ لأنه نوعية الأدوية ونوعية التجهيزات التي وجهها لأشقائه في إفريقيا هي من منتوج مغربي، فهذا يعني رسالة قوية لإفريقيا كونها أن إفريقيا قادرة على أن تنتج، قادرة على أن تلبي حاجياتها. الأمر يحتاج إلى التعاون جنوب جنوب. فكذلك أن هذه هذا النهج الذي اتخذه المغرب ربما كان حتى بالنسبة للدول الأوروبية، فالكثير من الدول الأوروبية التي اتجهت نحو المغرب من أجل اقتناء بعض الحاجيات المرتبطة بتدبير الجائحة كالكمامات التي تم تسويقها عندما حقق المغرب الاكتفاء الذاتي في ظرف قياسي، قام بتزويد السوق الأوروبية بهاته. إذا فبالتالي هذا طريقة التدبير والكيفية التي عالج بها المغرب الجائحة جعلته يتموقع بين الكبار دون أن نقول أن كان ذلك صعبا أو لا، على العكس من ذلك تكون التدخلات المغرب كان له موقع اعتباري. أرجو أن تكون التدخلات مختصرة لكي نتمكن من تغطية جميع مضامين الخطاب الملكي. الأستاذ محمد الشرقي تحدث كذلك جلالة الملك عن ضرورة إصلاح الاختلالات وخاصة بالذكر القطاع العام، لماذا كل هذه الأهمية للقطاع العام في هذه الظرفة الاستثنائية دكتور محمد الشرقي؟ ونعلم أن ذلك ليس محدد في المغرب، أكثر من خطابات لرجال الدولة في عديد من الدول يحث على القطاع العام وأهمية أن يستعيد قوته ودوره الاجتماعي كذلك. أعتقد أن جلالة الملك سبق له أن يعني تحدث عن ضرورة يعني تحديث وتطوير وإصلاح القطاع العام، وأعطيني أمثلة أن القطاع العام يجب أن يمشي ويتطور يعني بنفس يعني المنظومة التي اليوم يمشي عليها القطاع الخاص، خاصة القطاع الخاص المتطور يعني. وبالتالي يعني القطاع العام والقطاع الخاص في المغرب له يعني أدوار مهمة. لماذا؟ لأن القطاع الخاص المغربي يعني قطاع خاص نقوله
له تجربة يعني في مجالات عدة، وبالتالي اليوم اكتسب يعني بعد يعني هذه السنين يعني اكتسب مكانة يعني على المستوى حتى الدولي يعني، وبالتالي يعني الصناعة المغربية والصادرات المغربية يعني معترف بها داخل الاتحاد الأوروبي. لكن تبقى الإدارة المغربية ربما يعني بطيئة إلى حد ما، وهذه تعيق يعني أحيانا الاستثمار وتعيق حتى يعني تطوير الإدارة، تطوير المقاولة المغربية. بالتالي يعني تطوير الإدارة وتطوير القطاع العام مساعد لتطوير القطاع الخاص، ومساعد لأن يكون الاقتصاد أكثر تنافسية، لأنه يعني الإدارة ربما أحيانا تجر الاقتصاد يعني نحو يعني إلى 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 التحت يعني في غلوبا، بينما يعني القطاع الخاص هو محكوم عليه بتنافسية عالمية، بتنافسية عولماتية إن شاءنا، يعني هناك عولمة، وبالتالي السوق الكبرى هي سوق العالم، كل شخص له يعني منتوج يعني قابل للتسويق يسوقه. الإدارة ربما ليست بهذا المنطق، وبالتالي عليها أن تتطور. الجانب الثاني وهو أن مؤسسات عمومية يعني ربما تم إنشاؤها أو إحداثها في فترة من تاريخ المغرب الاقتصادي، ربما اليوم حان الوقت دمج بعضها البعض أو التخلي عن بعضها أو حتى ربما يعني خوصتها. وبالتالي نلاحظ أنه هناك قطاعات عمومية، قطاع عام يقوم بأشياء لم يعد يعني يستطيع هو القيام بها بشكل أفضل، ربما القطاع الخاص يقوم بها بشكل أفضل. أنا مثلا أقول يعني لا يمكن اليوم أنه مثلا الدولة أو القطاع العام يعمل السياحة مثلا كقطاع، هناك قطاعات مثلا ربما القطاع الخاص يعملها بشكل أفضل. ولكن في المحصلة هناك مشروع كبير بالمغرب وهو ما يسمى PPP، وهي الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهذا ربما هو الذي أشار إليه جلالة الملك من حيث الاستعانة بخبرة القطاع الخاص وأيضا تجربة القطاع العام وإمكانياته المادية وأيضا يعني البشرية واللوجستيكية، يعني جمع هذين القطاعين في توجه استراتيجي، هذا أيضا مفيد للاقتصاد الوطني. طيب أعود إلى نقطة مهمة مع الدكتور محمد العمراني بالخبزة، تتعلق بضرورة تعميم التغطية الصحية. دكتور، لماذا كان إلحاح في أكثر من مناسبة في هذا الخطاب على هذه الخطة؟ هذا الموضوع هو من المواضيع التي تعرف تعثرات حقيقية في المغرب، رغم أن هناك برنامج طموح وأن هناك سياسة صحية في المغرب بدأت تتحرك منذ مدة، اختبرنا مجموعة من تجارب إلى غير ذلك، ولكننا لازلنا لحد الآن نعرف عجزا حقيقيا وظاهر، فبالتالي جلالة الملك كان واضحا في هذا الشأن. ولكن معلوم أن التغطية الصحية في المغرب في هذا الخطاب نمتلك نعم. اليوم أجندة زمنية ستبدأ في يناير 2021 وتنتهي خلال 5 سنوات، ما أهمية تحديد هذه الأجندة الزمنية؟ اليوم هناك آخر هذا هو نعم نعم هذا هو بيت القصيد، بمعنى أننا أن الحديث عن التغطية الصحية بدأ منذ مدة، وأننا جربنا أكثر من توليفة لكي يكون المواطن المغربي في على المستوى الصحي لا يعرف هذه الاختلالات الكثيرة. فبالتالي الآن جلالة الملك كان واضحا عندما وضع أجندة زمنية محددة لتحقيق ذلك، فانطلاقا من يناير 2021 التي سيبدأ فيها العمل بمشروع أشمل، لا يشمل فقط التغطية الصحية بل هو يتحدث عن التغطية الاجتماعية. إذن فالشق المتعلق بالتغطية الصحية كان هناك مجهود يجب أن نقر به، ولكن لم يكن بالسرعة المطلوبة ولم يكن بالفعالية التي كان يتحدث عنها جلالة الملك في خطاباته السابقة، ولكن مع الجائحة اتضح أن هذه الأمور لا يمكن أن تستمر بنفس الكيفية. الآن يجب أن ننتقل لوضعية تسمح لجميع المغاربة بأن تكون لهم تغطية صحية تجعلهم في، لأن جلالة الملك كان واضحا عندما قال في البداية أنه يهتم بصحة المواطن المغربي كما يهتم بصحة أبنائه وأفراد أسرته الصغيرة، هذا إشارة قوية أن الآن
لا يمكن أن نبقي على نفس الوضعية التي تعاني منها المنظومة الصحية المغربية، فلا يمكن أن يكون هناك تفاوتات كبيرة، لا يمكن أن نبقى في حالة تردد، لا يمكن أن تكون هناك انتظارية. الآن نحن مطالبون بأن نفعل التغطية الصحية الإجبارية الشاملة، ولكن في أفق زمني معلوم. فمن هذا المنطلق أقول أننا سندخل فعلا مرحلة أخرى جديدة لا يعاني فيها المواطن المغربي من منظومته الصحية كما هو الأمر في الوضعية الحالية. طيب سيد محمد شرقي، فيما يخص القطاع غير المهيكل، كيف سيستفيد هو كذلك من هذه التغطية الاجتماعية؟ المشروع الذي تحدث عنه جلالة الملك موجه في جزء منه إلى يعني الفئات التي تشتغل في القطاعات الغير المهيكلة، وبالتالي هذه الفئة اليوم يعني شفناها يعني تمثل يعني نسبة عريضة من المجتمع المغربي، وهي لها هشاشة، يعني ربما قد يكون لها دخل غير قار، ولكن المشكلة الأكثر الذي تعاني وهي عندما يتوقف هذا النشاط أو يتوقف هذا الدخل تجد نفسها في اليوم الموالي في حالة هشاشة. هذه الهشاشة سببها وهو ضعف التغطية الاجتماعية، ضعف ما يسمى التحوط الاجتماعي. إذا أخذنا بالأرقام نجد المغرب بكل صدق يعني في هذه النسبة ضعيفة، يعني إذا قرنت بالاتحاد الأوروبي يعني تصل يعني دول الاتحاد يعني حوالي أكثر من 20-21%، بينما المغرب 5% من الناتج الإجمالي، يعني هذه نسبة ضعيفة. وحتى إذا قرنت بأمريكا اللاتينية، ربما أمريكا اللاتينية رغم أنها حتى هي يعني فيها صعوبات اجتماعية لكن تبقى يعني أكثر من المغرب. اليوم يعني عندما نلاحظ من الجانب المالي نجد ان هناك يعني اموال ترهق يعني او يعني تخسر، نقول يعني لماذا؟ لان هناك عدد من المتدخلين، يعني هناك الحكومه، هناك عدد من الوزارات، هناك عدد من الادارات، هناك عدد من المؤسسات التي تقوم كلها بادوار اجتماعيه وبادوار يعني تراعي يعني هذا الجانب الرعايه بشكل عام، لكن تدخلاتها احيانا غير ناجعة وغير منسقة. جلالة الملك تحدث عن أن تكون هناك التقائية وأن تكون هناك خطة، وتحدث عن يعني السجل الاجتماعي الموحد، لأن هذا هو يكون قاعدة بيانات سيتم تسجيل السكان جميعهم المعنيون بهذا الوضع، وبالتالي ستكون عملية يعني التجاوب مع الناس أو مع المحتاجين بشكل مباشر، لأن سيكون هناك يعني كما قلنا قاعدة بيانات، وهذه ستسهل يعني المأمورية على يعني الرعاية الاجتماعية على المدى المتوسط. طيب دكتور محمد العمراني بخبزة، لماذا الإشارة الواضحة والبينة إلى ضرورة عدم تسييس هذا المشروع الطموح المتعلق بالتغطية الاجتماعية؟ ربما أن المعلوم أن اتخاذ هذا النوع من الإجراءات هي قد أقول أن دخول المغرب إلى التغطية الاجتماعية هو نقلة نوعية على المستوى تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الهشاشة التي يعاني منها الهشاشة الاجتماعية التي يعاني منها الكثير من المواطنين. فالكثير ممن يشتغل في مجال السياسة للأسف الشديد أنه يحاول ما أمكن أن يستغل هشاشة المواطن من أجل الاستمالة لغرض انتخابوي للأسف الشديد، وهذه الممارسات لاحظناها في أكثر من مرة. لذلك لاحظنا كيف على سبيل المثال أن وزارة الداخلية في الكثير من الأحيان كانت تقف في وجه هذه الممارسات التي يتم فيها استغلال الوضعية الاجتماعية للمواطنين ولفئات عريضة من المواطنين لأغراض سياسوية. فالآن هذا المشروع المجتمعي الكبير الذي كما قلنا أنه سيحقق العدالة الاجتماعية وسيقلل ويقلص من الهشاشة قد يتم تسويقه من قبل جهة سياسية في إطار نحن نعلم أننا 2021 هي مرحلة انتخابات. تداركنا الوقت، أعطيك لك لكي تختم، ماذا نحتاجه؟ ما الذي نحتاجه اليوم لإنجاح كل هذه هذا الورش المفتوح في هذا الخطاب الذي فيه خطة طريق واضحة؟
في دقيقة أرجوك. نحتاج في هذه الفترة، نعم نحتاج في هذه الفترة لحكومة عاقلة، لحكومة تتخذ إجراءات بكثير من الحطة والحذر للمحافظة على المكتسبات وللمحافظة على منسوب الثقة ولضمان الاستمرارية في التفاعل الإيجابي ما بين المواطن وما بين القرارات التي تصدر عن السلطات العمومية. لا لأي قرار يمس بهذه الأمور التي تحققت لحد الآن. طيب أستاذ محمد شرقي، اقتصاديا ما الذي نحتاجه لإنجاح كل ما جاء في خطة الطريق هذه؟ أولا يجب أن نثق في يعني جلالة الملك وفي ما يقدمه من يعني مبادرات ومن قرارات، وهذه الثقة اليوم منسوبها عالي جدا جدا جدا. على الباقي الفرقاء أن ينخرطوا في هذا المشروع الوطني الكبير، يعني الاقتصاديون يعني والسياسيون والفاعلون الاجتماعيون والنقابيون وكل فئات المجتمع المغربي عليها أن تضع جانبا خلافاتها، لأنه خلافات بسيطة يعني قياسا إلى المشروع. نحن أمام مشروع مغربي جديد سيضع المغرب يعني بين الدول الكبرى، وهنا اليوم هناك حديث عن ما يسمى المعجزة المغربية، هناك حديث في الصحافة المتخصصة أن المغرب سيكون يعني مثل ما كانت يعني كوريا الجنوبية ومما كانت إيطاليا ومما كانت فرنسا ومما كانت حتى الصين. بالتالي المغرب له كل شروط النجاح، وبهذه شروط النجاح متوفرة، لكنها تحتاج إلى مزيد من الصمود ومزيد من التضامن. شكرا جزيلا لكم الأستاذ محمد شرقي على كل هذه التوضيحات، شكرا جزيلا لكم الدكتور محمد العمراني بخبزة كذلك. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، المزيد من الأخبار دائما على موقعنا في الإنترنت medianTV.com. نلقاكم بخير.